اليوم برعاية الحكومة السورية المؤقتة وبالتعاون مع اتحاد غرف الصناعة والتجارة ورعاية المجلس المحلي في الباب، افتتاح المعرض الصناعي والتجاري في مدينة الباب. يتكون المعرض من حوالي 80 جناح في مختلف الصناعات، من الصناعات الخفيفة حتى الصناعات الثقيلة، يعني صناعة معامل، فهي موجودة ضمن هذا المعرض. راح يستمر المعرض 5 أيام، باليوم الثالث سيتم التسويق والبيع للمستهلكين، فرصة لتعرف المستهلكين على المنتجات في المناطق المحررة، وفرصة للتجار والصناعيين أن يساووا شراكات مع تجار أتراك، كونه تم دعوة أكثر من 500 شخص راح يدخلوا على هذا المعرض خلال الفترة، ممكن يصير في شراكات بين الصناعيين والتجار في تركيا وبعض الدول اللي حضر منها التجار. طبعا الحكومة تعمل على تهيئة البيئة الاستثمارية بحيث تكون المنطقة بيئة جاذبة للاستثمار، تساعد المستثمرين على الاستثمار وحماية أموالهم وكل ما يتطلبه، وجاهزين لإدخال أي مستثمر للاطلاع على الواقع في المناطق المحررة. كان لنا الفخر بالمشاركة في المعرض التجاري الصناعي في مدينة الباب. كانت نقلة نوعية جيدة لعرض الخدمات الصناعية والتجارية في المنطقة، حيث شهدنا إقبالا كبيرا لرجال أعمال من داخل سوريا وخارجها، رجال أعمال صناعي حرفي، تجار وزوار. والشكر الأكبر لغرفة التجارة في مدينة الباب ورعاية وزير الاقتصاد الذي كان لهم دورا لامعا في إنجاح هذا العمل.